مساء الخير. مساء النور. الرائد سيف الفي. كابتن طيار رامي الوسيمي. اهلا وسهلا. العربية فيها حاجة؟ العجلة نايمة، مش قلت لك؟ طيب استأذن انا بقى، انا كنت واقف عشان اساعد برضه. ميرسي يا رامي. ثانك يو. الف مبروك. مبروك على الخطوبة. الله يبارك فيك. بس ثانية واحدة، خطوبة ايه ومبروك على ايه؟ مش فاهم حاجة. خطوبتنا يا سيف، مالك؟ ثانك يو يا رامي بجد. باي. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ولا حاجة، العيال نايمة، محتاجة اغيرها. ثانك يو فور كومينج. لا عادي، نصححها لك، بس انا ما بسألش عن كده. انا بسأل عن موضوع ان انا خطيبك ده، يعني لو كان ممكن. يعني هي دي حاجة تضايقك؟ لا خالص، ده يشرفني ويسعدني كمان.